سيدنا عليه الصلاة والسلام كي كان طالع في السماوات في واحد السماء شاف واحد المشهد رهيب، حتى النبي خاف. لقى واحد الناس، اكو تشوفوا هنا اكو معايا، لقى واحد الناس هذوما الاظافر قد هاك، والاظافر ماهيش من عظامين، اظافر من نحاس. ولقى هذوك الناس، شوفوا ليا، لقى هذوك الناس يديروا هكذا، يخمشون وجوههم وصدورهم، يخمشوا في الوجوه نتاعهم بهذيك الاظافر يسيل الدم، ويخمشون الصدور نتاعهم يسيل الدم. النبي تعجب من هذا المنظر الفظيع، قال النبي جبريل، قال له يا جبريل وهذا شكون؟ قال له هذو، قال له هذو الذين ياكلون لحوم الناس. هذو اصحاب الغيبه كما راه وقع لنا اليوم، هذو اصحاب الغيبه اللي يغتابوا الناس ويهضروا في الناس. نزيدكم، بل يتفكهون، او يضرب في الفاكهه، يتفكهون بعورات الناس. وسقسيه اذا تقعد معاهم، لو كان تقعد حتى ما تهدرش، لو كان تقعد برك، انكم اذا مثلهم. ماشي تقولوا ما تهدروش، غير راك قاعد برك وهم يهضرون انت ساكت هكذا، بالك برك تقول انا ما هدرتش. شوف مجرد الجلوس والموافقه راك ساكت، قريتهم على المنكر تاعهم. انكم اذا مثلهم، والله غير كيما هما. ولهذا من تمام الايمان وكماله كي تبدا الناس ترحي في اعراض الناس، قول لهم جماعه سمحوا لي، انت ما عندك حتى شغل، قول لهم جماعه راهي 7:30 الان، انا ننصرف، عندي التزام، ماذا بك تهرب من سخط الله وما تقعدش معاهم وما عندك ما تدير بهم، هذو شر القوم والعياذ بالله. اذا الله يفتح عليكم جميعا بباب الخير، والله يسهل اموركم، الله يقضي صلاحكم. خمم برك علاش راك في الدنيا هذه، راك عايشه لا من اجل الاكل والشراب وجمع المال، وانما خلقت لغايه ساميه ووظيفه جد مهمه، اذا اديتها الله تعالى يفرح بك عز وجل، الا وهي عبادته، ان تعمر الارض بعباده الله. يا ايها الناس اعبدوا ربكم سبحانه وتعالى. اللي هو في المجلس هذا او قاعد معنا هو مريض، مريض، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه يا رب العالمين. اللهم اشفيه واشفي مرضى المسلمين، وخوتكم المرضى يحوسوا على دعوه صالحه باش ربي يشفيهم، ادعوا الله لهم بالشفاء. اخونا اللي راهنا مهموم وراهي ضايقه به والفقر وحاله تعبانه وذا، الله يجعل ربي ييسر امورك في قارب الاجل، والله يفتح عليك ببال الرزق، ويفتح عليك ببال الفضل وببال الرحمه، والله ينفس عليك الهم والكرب والحزن اللي راه فيك، والله يسعد ايامك بالمعروف. وشي واحد وعايش الهول في بيته مع زوجته مع كذا، الله يسدد الايام، والله يزين الايام، والله يطيب بينك وبين زوجتك، ويطيب بينك وبين وليداتك. وجيرانك الى الامور تعبانه، الله يصلح بينك وبين جيرانك.